يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يباع كتاب في المكتبات وعليه تخفيض وله دعاية، وهو إحياء علوم الدين للغزالي، فما رأيكم بهذا الكتاب؟ وهل للمبتدئين أن يشتروه ويقرأوه؟ لا، الكتاب فيه خلط بين الصوفية والعبادة، فهو كتاب ما فيه خلط كثير، هو على مذهب الصوفية، لأن الغزالي تصوف في آخر عهده، أخذ مذهب الصوفية ولم يتخلص منه، ما عنده من النزعة العلمية والعبادة، لكن لم يتخلص من الصوفية، حتى قال تلميذه ابن العربي: إن شيخنا ابتلع الصوفية ولم يستطع أن يتقيأها، فهو غلبت عليه الصوفية. وكتابه إحياء علوم الدين هذا لا ينصح للمبتدئ بقراءته، إنما المتمكن الذي عنده بصيرة وعنده معرفة لا بأس أنه يقرأ فيه، أما الغير المتمكن فلا يقرأ فيه، لأنه قد يقع في الأخطاء وهو لا يدري، فيه تصوفات وفيه أشياء من علوم الصوفية، وللعلماء رد عليه واستدراكات عليه، من أقربها رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وهي مطبوعة في الدرر السنية، فيها بيان ما في إحياء علوم الدين من الخطر على طلبة العلم. نعم.